هلو على احلى فانس في الدنيا، يا رب كلكم تبقوا بخير. احنا بقى لنا فتره طويله جدا جدا قاعدين في البيت، فالحمد لله الدنيا ابتدت تفك شويه، وعشان كده انا قررت ان انا ارجع لكم بفكره برنامج مجنونه، حاجه جديده ما عملتهاش قبل كده. ايه ده انا اللي انت بتفكري فيه؟ لا يا حبيبي مش تمثيل ولا الكلام ده خالص، انا نازله اكل اكل واستغل بقى الكتم اللي انا فيه. انا وانت هنروح نشوف حاجه ما حصلتش. يا جماعة أنا بحب المفاجآت، فجأة النهاردة بيت العز يا بيتنا. أنا تحمست جدا يا جماعة، يلا بينا نكلمهم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، بديك تشرفينا وتنورينا، لدوقك أحلى لقمة جايبينا من بيروت. يلا بينا نروح نشوف. بيت العز مول مصر، احنا جايين لك دلوقتي. مرحبا. شو الاخبار؟ الحمد لله. جمالك يا عمي، هاي ضيافة اللبنانية. احلى حاجة انه العيش طازة. انا باخد كورس طبيخ اهو لايف. ده العيش اللبناني طازة يا جماعة، يعني هنشوفه دلوقتي داخل الفرن طلع لنا سخن ملهلب. بالصحة بالكلام ده. ايه رأيكم بقى؟ يا لهوي يا جماعة، عاملها لب. اللي بيميزنا هنا ان الزعتر بيجي لنا من لبنان، زيت الزيتون من لبنان، اللبنة دي خاصة ببيت العز. دي تصبيرة على فكرة. دكتور يعني لسه ايه، بفطر بسخن مع الشيف. بالله انا وشيف يا بيتنا. اخر واحدة بقى عشان اعرف اكل. من اهم حاجات اللي بتميز المشاوي في بيت العز ان اللحوم كلها فريش بيور والتشيكن كله بيور. حاجه جديده يا جماعه عاملينها بيت العز، هايله هايله هايله، خاصه عشان موضوع الكورونا. ده المنيو اللي احنا متعودين عليه. خدعه فين بقى؟ ان انت اول ما بتدخل المطعم بيدوك الباركود ده، تيجي تحطها كده هيظهر لك اوبن، هتدوس عليها يقوم المنيو كله ظهر عندك على تليفونك من غير ما تضطر ان انت تلمس اي حاجه حواليك وتختار طار اللي انت عايزه وتطلبه. أخيراً الأكل اللبناني اللي على حق. وقع من الجوع، هبتدي طبعاً. بصوا شفت الجبنة عاملة ازاي؟ دي مسقعة؟ هاي مسقعة لبنانية. يا جماعة أنا عارفة شكلي مش آدمي مش شيك، بس في لحظات في الحياة كده لازم الواحد بقى إيه زي ما بيقولوا to drop all of this ويديج إن على طول، ما نقعدش نفكر بقى هيقولوا إيه ونعيد إيه. ده حرق؟ لا محمرة. محمرة مش حرق. تحفة. طالما الباص قال ناكلها بالجوز، ناكلها بالجوز، معناته راح لازم ناكلها بالجوز. سوبرب. بدك تجربي الفتوش؟ بدي أجرب الفتوش. روعة. حس حالك أنا عن جد ببيروت. وده ايه بقى؟ هذا سجق اسمه سجق بيروتي. طبعا بيروتي. استنوا بقى يا جماعه عشان هتقع مني. معمول على الطريقه البيروتيه وما ضروري تروحي على لبنان لتاكليها، جبنا لك لبنان لهون. احنا في بيت العز يا جماعه ف متدلعين على الاخر. طيب نخش بقى على اكتر حاجه انا بحبها. تعالى بقى بس عشان اوريك القرمشه. قرب مني، قرب قرب قرب، شوف اهو. رح تحسي بفرق بين الكبه هون وكبه في محل ثاني. تحفة. انتبهي يا دانا، بدك تخلي مطرح للشي سبيشل اللي جاي. شو الشي السبيشل؟ راح تشوفيه هلا. المشاوي اللبنانية. ايوه بقى هو ده الكلام. تجيب ايه بقى؟ تدي بالشيش طول. يلا. تبولة، التبولة رهيبة. رائعة. خشوا على اللحمة بقى، خدها زي ما هي، بس هقطع. اهو. احلى تبوله في العالم بجد في بيت عز، مش مجامله ولا كلام عشان بحقيقي. ختامها مسك، بس انا هبتدي بالحاجه اللي كلنا عارفينها طبعا، الكنافه اللبناني، وبعد كده بقى هيجي حاجه سبيشال بس بيت العز، دي بقى هتبقى المفاجاه. فانا قلت لهم لا انا ما اقدرش اجي لمطعم لبناني وما اكلش كنافه. ركز. طب انا هاخد بس كمان قطمه واحده واسيب مكان للي جاي. سوبر سوبر سوبر، تحفه.
بصوا بقى يا جماعه، انا قلت لكم ان انا اخذت لقمتين من الكنافه، ده اساسي لبناني، انما ده بريد بودنج، ده السبيشاليتي بتاعه بيت عز. هما يعني ايه حفظوني الدرس، قالوا لي هتعملي ايه، هتمسكي ده كراميل وهدلقه. ها ادلق صوص الكراميل. يلا بينا ادلق صوص الكراميل على البودنج. بصوا بقى اللي هيحصل دلوقتي، اقوم ايه على طول عشان ده كله ينزل جوه. هم عاملين ايه بقى، واخدين حته من الايس كريم، فانيلا ايس كريم مع البودنج. ادعوا لي يا جماعه عشان اعيش بعد اللحظه، ده اللي هيحصل. ده رائع رائع، والايس كريم تحفه. بيت العز، انا عايزه اقول لكم اللي عملته عندكم النهارده ده انا ما عملتوش قبل كده. عايزه اقول بجد لبيت عز ميرسي جدا على الاستضافه الجميله، ميرسي جدا على الخدمه الاكثر من رائعه، ميرسي جدا على الاكل اللي استمتعت بكل يعني دش منهم. بجد انتوا فعلا جبتوا طعم بيروت لغايه مصر، مميزين جدا. ميرسي ميرسي ميرسي، واشوفكم في حلقه جديده من دانا وانتو.